السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وصفتنا من وصفات ديال التورون، هي طارتة تجي مميزة وراقية وكتجي في المذاق رائعة، ونتمنى تنال إعجابكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم. ندوزو دابا للمقادير اللي غادي نحتاجو. غادي نحتاجو كريمة أو الجبن الطري، القشطة الطرية، غنحتاجو كذلك 4 البيضات، وعاشق ديال الطحين او مايزينا. انا هنا في هذه الوصفه درت الدقيق، عاشق ديال الدقيق والتورون. انا سبق ليا ودرت معكم فيديو ديال التورون، غنخلي لكم في صندوق الوصف. غنحتاجو صحن فاش غادي نوجدو الخليط ديالنا. نحتاج شويه الملح، نضعو الكيسو، غادي نحاولو نخلطوه مع التورون، نحاولو نفرتوه باش يساعدنا ملي نخلطو الخليط ديالنا. من بعد ما فرتناه بهذا الشكل، غادي نحاولو نخلطو الكيسو مع التورون. صدقوني تيجي هاد الطارطة تجي رائعة ولذيذة، ما فيهاش المقادير بزاف، ونتمنى تنال اعجابكم. ولعجبكم الفيديو بارطاجوه مع الاصدقاء، وشكرا على تشجيعاتكم ليا. ولعجبكم الفيديو اكيد بارطاجوه مع العائلة والاصدقاء، واللي جديد يضغط على الزر باش يوصلوا ديما الجديد. دابا هنا غادي نضيف البيض، 4 البيضات، كما شفتوا الوصفة سهلة وبسيطة. غادي نحاولوا نخلطوا مزيان الخليط باش يندمج لنا كل شيء مزيان، يتخلط لنا الخليط. من بعد خلطنا البيض مع الكيسو، غادي نزيدو دابا القشطة الطارية. ونخلطو الكل مرة تانية، نخلطوه مزيان. من بعد ما خلطنا القشطة الطارية مع الخليط، غادي نزيدو معلقة ديال الدقيق أو معلقة ديال المايزينا.
هاد الطرطات تحتاج غير معلقة واحدة، يعني ما فيهاش مقادير بزاف، ما فيهاش سكر، ما فيهاش زيت، ما فيهاش خميرة. صدقوني تتجي رائعة، وحتى في الشكل ديالها. تنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وشكرا على التعليقات ديالكم وتشجيعاتكم ليا اللي تتحفزني دايما نحط الجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف. هنا خصنا نخلطوا الدقيق مزيان باش ما يبقى لينا دوك الكواري، مع رانا غربلتو صافي. وهنا الخليط ديالي كما تتشوفوا هنايا، درت الورق المطبخ في القالب، ولكن خليت على هذا الشكل لان هذه هي الطريقه ديالو هنايا المعتاده اللي تديروه هنا في الاسبان. و يعني حتى الاخر وغادي تشوفوا الشكل ديالها النهائي، لان صدقوني تجي رائعه بهاد التنيات اللي تتكون في الورق. ها هي وجدت لينا الطرطه ديال التورون، وهي الطرطه ديالنا وجدات، الطرطه ديال التورون. ان شاء الله تنال اعجابكم. هذا هو الشكل ديالها النهائي، تجي على هذا الشكل، صدقوني تجي رائعه. وانا بصراحه تتعجبني شويه دافيه شويه سخونه، ماشي سخونه بزاف، ملي تخرج نخليها تتبرد شويه، وعاده تعز عليا تكون دافيه، وكلي تعز علي ياكلها بارده. بالمناسبه انا نقول لكم الا بغيتوا تصيبوها بالدرون اللي صدق وصيبتو في الدار، ما غاديش ديروا 200 غرام، غديروا غير 140 غرام. هذا هو الشكل النهائي ديالها، ديال الطرطه دي تورون، وان شاء الله تنال اعجابكم. صدقوني تجي رائعه، ونخليكم مع الصور. ودائما مع وصفات سهله وسريعه وبسيطه، ماناني بالصحه والراحه.